السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم بريوش بالكريمه. هذا البريوش هذا غادي نحتاجو فيه 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده تكون بحراره الغرفه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره، 5 معالق كبار ديال السكر سنيده، عبصه ديال الملحه. غادي نحتاج كذلك 7 غرام ديال الخميره الحلوه و7 غرام ديال الفاني. عندي 500 غرام ديال الدقيق والماء دافي اللي غادي نجمعوا به هذه العجينه. غادي نبداو على بركه الله. كناخذ انا غادي نخدم في العجانه، نتوما ممكن تدلكوها غير في شي اناء المهم خاصها تدلك مزيان. كناخذوا 500 غرام ديال الدقيق اللي هي نص كيلو، غادي نزيد عليها حليب بودره، سكر سنيده، عبصه ديال الملحه، الزبده اللي ما غاديش نضيفها دابا غادي نخليها هي الاخرى. غادي نضيف كذلك خميره، فاني، خمارة ديال الحلوة، وغادي نجمعها بالماء دافي. كندير الماء غير بشوية بشوية حتى كتجمع ليا العجينة. دابا من بعد ما دلكات مزيان غادي نبدا نضيف الزبدة بشوية بشوية وغادي نخليها كتخلط. صافي دابا من بعد ما دخلت الزبده مزيان في العجينه كنحبس عليها وغادي ندوز نقرصها كتولي على هذا الشكل. غير كملاحظه هي فاش كنبداو نضيفوا ليها الماء ما كنخليوهاش جاريه قبل ما نضيفوا ليها الزبده، يعني كنخليوها قاصحه شويه حيت فاش كنضيفوا الزبده كترطب اكثر. والماء تقريبا كفاني 250 مليلتر ديال الماء دافي. دابا غادي نديرها على شكل كرم بعد ما دهنت يدي بالزيت. كيف كتلاحظوا راه كتجي مرخوفه. دابا غادي نسرحها فوق لاطه مدهونه بالزيت، غادي نديرها على شكل دائري بحال الخبز عادي. صافي دابا من بعد ما قرصتها غادي نغطيها وغادي نخليها حتى كتخمر، ومن الاحسن انكم تقرصوها رقيقه حيت فاش غتخمر غيتزاد الحجم ديالها. دابا من بعد ما خمر البريوش ديالنا خديت الصفر ديال البيضه ودرت فيه شويه ديال الخل، غادي ندهن به البريوش. غادي نزيد الوجه ديالها بالزنجلان، صافي. من بعد ما كملتها في التزيين غادي ندخلها للفران يكون سخون من قبل،
درجات الحراره 180، غادي نخليها حتى كطيب على خاطرها، كتحمر من التحت كنشعلوا عليها من الفوق يتحمر الوجه ديالها صافي وكنخرجوها. دابا من بعد ما طاب البريوش ديالنا كيف كتلاحظوا حمرته من الفوق، خليته حتى برد وغادي نقطعو على النص. بسم الله. دابا كيف كتلاحظوا ها هي قطعتها كامله، ضروري خاصها تكون بارده. هنا عندي انا الكريمه واجده، هاد الكريمه هذه هي هذه خديتها ضربتها مع ربع لتر ديال الحليب. غادي نسرح هاد الكريمه فوق البريوش الا كانت البريوش بقى سخون وحطيتو على الكريمه راه كتذوب. غادي نسرح الكريمه مزيان فوق البريوش بهذه الطريقه. ممكن انكم ديروهم صغار الا بغيتو. دابا غادي نحط من الفوق النص الثاني. بسم الله. غادي نقطعها على شكل مثلثات او على حسب الرغبه. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تجربوها وتنجح لكم. هي راها سهله كيف لاحظتوا معايا وكتجي رطبه بزاف. وبصحه وراحه، وما تنساوش ابوناو في قناه طبخ ليلى باش يوصلكم دائما الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.